الوقفة اللي عملنا نهار الأحد كانت ردا على الوقفة اللي كانوا عملوها بعض الناشطات الحقوقيات، كيدعوا فيها لأن التنورة أو ما يسمى بالصاية بالدارجة المغربية هي حرية. علاش خرجنا؟ خرجنا أولا باش نبينوا للناس والمجتمع المغربي أن الحجاب لم يعد شيئا عاديا في المجتمع، بالرغم من أنها يعني هويتنا، بالرغم من أنها ثقافتنا وأن الحجاب هو الأصل، لكن في آخر مطاف كنشوفوا بأن انقلبت الآية والتضييق أصبح أكثر خناقا على المحجبات. يعني كتشوف بأن المحجبات أصبحنا يمنعنا من ولوج بعض المعاهد العليا، يمنعنا من الكثير من الوظائف العمومية، الكثير أقول وأكرر. يعني واحد المسألة آلة مهمة جدا كان بغي نشير لها وهي الإعلام. بالنسبة للإعلام المغربي، القنوات المغربية الوطنية اللي المغاربة كيشاهدوها يعني أطفالا وكبارا، يعني كان بغي نقول بأن علاش كاين تغييب ديال المحجبات في الإعلام؟ علاش هاد التغييب هذا؟ أنا ما كنشوفوش مجرد حيف أو مجرد نقص أو يعني ظلم، لا، كنشوفو أبعد من ذلك، كنشوفو يكونوا ثقافة، يكونوا فكر معين. يعني الطفل المغربي كيف ما كنعرفو من صغرو كيبدا كيتبع القنوات المغربية، يعني هذه ثقافة أنك كتجمع العائلة على التلفازة. دونك الطفل المغربي من صغرو هو كيشوف التلفازة غير المرأة الغير محجبة، كيشوف التلفزة غير المرأة المتبرجة، كيشوف التلفزة غير ديك السلعة الرخيصة كما أسميها. يعني أصبحت المرأة سلعة تباع وتشترى، تسوق، تستغل في الإشهارات، في الأفلام، في البرامج، يعني كمذيعة، كصحفية، يعني كما تشاء. أصبحت المرأة بالنسبة لي مجرد السلعة. يعني والذي يؤكد هذا أن المرأة المحجبة لا حضور لها، هناك تغييب تام، وهذا كما قلت يؤثر ويحور ثقافتنا، يعني يغير توجهها. كما نعلم أن المغرب الحمد لله هو بلد مسلم، يعني هذه قرون وهو كذلك، فمن الغريب ومن العجيب أن نرى أن الاحتشام والحجاب هو الاستثناء والعري هو القاعدة. إذن كما قلت أن الوقفة ديالنا جات كرد، وبغينا نقول لدوك الناس اللي كيحتجوا بالمئات أو بالعشرات على أن من حريتهم يخرجوا وكنبغي نقول لهم نحن الأولى بالوقفات الاحتجاجية ونحن الأولى بالتظاهر. علاش؟ لأننا نحن الأكثر من نتعرض للظلم، يعني هذه من ناحية، وثانية نحن يعني في مجتمع اللي نورمالمون حنا اللي يكون عندنا الحق. علاش؟ لأن هويتنا كذلك، حنا ما جبناش شي حاجة داخلة اللي مثلا كنفرضوها، يعني كما تفرض العلمانية وكتقول لا خاصنا نتقراو، لا خاصنا نتبعوا أوروبا، حنا الحمد لله متبعين الأصل ديالنا وباقيين ثابتين على الهوية وشادين فيها على مر الزمان. ولكن منين كتجي كتقول لي أن حريتي صايتي، هذا من الغريب، كيجيني من التناقض، قمة التناقض، أنك نشأت في مجتمع مسلم واخترت أن تعيش في مجتمع مسلم، بلدك مسلم، أتريد أن تغيره؟ لا والله. أنا أعتقد يعني أن الحجاب هو الأصل. هنا لا أهاجم، هنا لا أفرض، فقط أطالب يعني الجمعيات الحقوقية والناس التي تدعي دفاعا عن حقوق المرأة، يعني خاصة وتدعي وترفع أبواق الحرية. أين الحرية؟ نريد حرية، أطالب بالحرية. يعني فقط كل ما نطلبه أن تتركني وشأني، أنا حرة بحجابي. انا بالنسبه لي الحريه يعني اللي كيناديو بها الناس ديال يعني كيناديو بالتعري الى اخره، انا بالنسبه لي غير خليني نلبس الحجاب انا غادي نحس بانني حره. اولا لان الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات امرني به، يعني انا ملزمه، اقول واكرر ملزمه، ما دمت مسلمه. لو ما كنتش مسلمة أو لا، لو كانوا الناس اللي كيناديو بعكس الحجاب أو اللي كيضيقوا على الحجاب ليسوا مسلمين، والله العظيم لن يلومهم في ذلك لائم. لكن بما أنكم مسلمين، يعني ما هذا التناقض؟ يعني ملي كنمشيو مثلا لشي إيكول كنبغي نتسجل فيها ولا كنمشي لشي وظيفة أو إلى آخره، كيكون هنالك قانون داخلي،
يعني في عملكم كنظن كصحفيين هناك قانون داخلي، يعني بما أن هناك قانون داخلي يعني عليك أن تلتزم به، أنت في هذا الإطار ستلتزم بهذا القانون. وكذلك الإسلام هو قانون، هو شريعة، ما دمت أنت مسلما تشهد أن الله لا إله إلا هو وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فعليك أن تلتزم، عليك أن تلتزم. بالنسبة لي من التناقض أن يعني أن أكون مسلما وألا ألتزم بالتشريعات الإسلامية. ليس تطرفا أبدا، التطرف بالنسبة لي هو ما يدعون له. لماذا؟ لأن لحد الآن نحن لم نؤذي أحدا، نحن نطالب فقط بحريتنا، أقول وأكرر نطالب بحريتنا. أريد أن ألج المعاهد، أريد يعني أن أكون مثلا إعلام صحفية تظهر في الشاشات وأنا محجبة، أريد أن أظهر للعالم. يعني من كتجي كيجي واحد أجنبي، كيجي واحد أجنبي كيشوف يعني القنوات المغربية، كيلقى بأن جل الإشارات ولو محجبة، يعني ماذا يعني ذلك؟ أليس الحجاب من الإسلام؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هناك طعن في الهوية. بالنسبة لي أنا هناك استهداف. لماذا هذا؟ يعني لماذا هذا الحيف؟ حيف في 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 حق المحجبات. تطرف، بالنسبة للتطرف هو إن كنا نقول أن هذه الدولة دولة إسلامية ولا يجب أن يكون فيها سوى المحجبات، لكن نحن نقول أن هذه الدولة إسلامية من حق المحجبات أن يكون فيها، لأن كما ترى هناك تضييق في المجتمع المدني، محجبة داعش، محجبة طالبان، حزب الله، إرهابية، تفجيرية، لست أدري كل من هذه المصطلحات يعني. لا، وأيضا يعني في المدارس، أقول هذا من تجربة، عانيت وعانت صديقاتي وبعض الأخوات اللواتي سردن لي حكاياتهن، وقد رأيتهم خلال حملة حجاب حريتي، يعني هناك حكاية متعددة. أيضا مجال العمل كيف ما قلت، المعاهد إلى آخره، كل هذه الأماكن، كل هذه الجوانب وكأنها تضيق وتزداد يعني على المحجبة. يعني هذا كله ما في الأمر، هذا كله من أجل الحجاب، من أجل أن تكون المحجبة حرة في وطنها، وطنها يعني حرة في وطنها. يعني من العيب ومن العار ومن الخزي أن تكون محجبة في بلد أوروبي تعيش بحرية، يرونها كإنسانة، يعني يرونها كفكر، كتعليم، كتربية، يرونها كمرأة، لا يرونها يعني فقط جسد مغطى أو معرى. ما هذا؟ يعني هذا ماذا أقول، يعني هو انتقاص من كرامة المرأة واختزالها. أنا أرى المرأة هي إنسان كائن فاعل، كائن مبدع يستطيع أن يعطي. وأرى من ناحية أخرى أن حجابي لا والله لن يكون عائقا أمام كل هذا، لن يكون عائقا. يمكنني أن أكون محجبة، صحفية، طبيبة، لست أدري كل يعني المجالات يمكنني أن أخوضها وأنا محجبة. لماذا؟ لأنني أرى في حجابي حريتي، أرى في حجابي كرامتي، كما ترين في عريك حريتك. يعني هنا بالموازاة، يعني لم نطالب شيئا عجيبا أو غريبا، بالأحرى يعني مجتمع محافظ وهويتنا إسلامية، من الغريب أن تطالب المحجبات بالحجاب في بلد إسلامي، يعني من التناقض. بالنسبة للمجتمع المغربي، لست لائمة لأحد في هذا، لأن يعني هادشي اللي وصلنا له هو نتيجة ديال إرهاسات. يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي خلاتنا نوصل لهادشي، من بين هاد الحوايج الاستعمار، الثقافة الدخيلة. يعني كنشوفوا بأن ناس كيشوفوا في الغرب واحد المثال، واحد القدوة، يعني أن خصنا نتبعوا اللي كيديروا بحذافيره، يعني خصنا المرأة تعرّت نتعرّ ونديروا، فهمتي؟ ولا نرى أن يعني ديك التعري وكذا راه أوروبا يعني في المظهر، أو أمريكا أو السعودية في المظهر، تظهر لنا دولة متقدمة عن حضارة إلى آخره، لكن في العمق كن على يقين، في العمق هناك مشاكل، هناك مشاكل. أنا على يقين كمسلمة، البعد عن الإسلام يعني الدمار، البعد عن الإسلام يعني الدمار. ليست هنالك سعادة،
ليست هنالك سعادة. ونرى هذا في الأوروبيين أو الغير المسلمين الذين يسلمون منهم، ماذا يقولون؟ وجدت السعادة، وجدت ذاتي. يعني أن السعادة بين أيدينا، يجب أن نوظفها فقط. بالنسبة لي المجتمع المغربي لديه الدواء، لديه الدواء للداء العجيب الذي أصابنا، لديه الدواء. يعني الإسلام الحمد لله هو الحل. الإسلام ما جاش فقط مجرد لحية نقاب أو حجاب، أبدا. الإسلام ديننا ما جاش فقط مجرد مظاهر، الإسلام ديننا شريعة، شريعة وازنة، شريعة وازنة. يعني فيها الحمد لله اقتصاد، فيها تربية. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نربي أبناءنا، يعني تفاصيل بسيطة جدا نجدها في ديننا. فما حاجتنا بالغرب؟ لا حاجة لنا بهم. وبعض الناس يعني لا حرج بالنسبة لي في أن نحتذي بهم في بعض الأمور، مثلا هم متقدمون جدا في العلم، في الصناعة. يعني ما كرهت يكونوا المغاربة حتى هم أو المسلمين بالأحرى يكونوا حتى هم متقدمين في جل المجالات، لأن يعني الحمد لله بحالنا بحال، ما نقصنا حتى شي حاجة. يعني بالعكس، حنا كمسلمين ربما يكون منظمين أكثر، ربما يكون يعني ناجحين أكثر. أنا فقط أرفض الغزو الثقافي والغزو الفكري، لا أرفض يعني الاحتكاك أو الاستفادة، هذا كله من في الأمر.